السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. انتهى وقت الزر، الجزائر قلعت، انتهى وقت الزر. هذه غادي نقول لكم انتهى وقت الزر، يعني وين ملفات الفساد الفار، وين التحقيقات ستطل عدد من الإعلاميين وأشبه المحللين الذين شاركوا في الفساد اتحاد الجزائر لكرة القدم. هذه باش يكون على بالكم، يعني خاصة جماعة تاع قناة النهار، يعني 2016 2017 2018، يعني اللي كان خاصته لافابو، اللي كان خاصو بيفرش دارو بالفايونس، اللي بغا يدير الدار دوسون، اللي بغا يدير، يعني كاع الناس لي راحوا للمصر، يعني راحوا حواسة بيجاو جايين، جابوا 800 مليون معاهم، لي دا 800 مليون، لي دا 400، لي دا 300، لي قاد بالميكرو دا، لي قاعد هنا في قناة النهار بارشوك دا، يعني الأقل لي قاعدوا هنا داو 250 300، لي راح دي بلاصمون مسكين دا فانيك، الناس لي داو كاع، الناس لي داو، لي كانوا يدوا، الناس لي كانوا يديروا التحريض، ناس اعلاميين اللي كانوا يديروا في التحريض كذا ومثله، يعني كا غادي تدمروا البرويطه، كذا ومثله كا غادي تدمروا البرويطه. هذه باش يكون على بالكم، من ملفات تاع فساد الفاف، تحقيقات ستطل العديد من الاعلاميين واشبه المحللين الذين شاركوا في الفساد الاتحاد الجزائري لكره القدم. راكي تسمعي صوفيا، أيوا صوفيا، التحقيقات ستطل فاعلين في كرة القدم الجزائرية، التحقيقات ستطل رؤساء رابطات الوطنية الجهوية والولائية، التحقيقات ستطل أعضاء المكتب الفيدرالي في عهد البوندا، يعني في عهد البوندا، كي نقولوا عهد البوندا، جماعة راكم عارفين في 2017، التحقيقات ستطل مستنفعين ممن أحاطوا بالمنتخب الجزائري واخطفوه وجعلوا منه رهينة، التحقيقات ستطل مدربين سابقين، التحقيقات ستطل بلطجية جعلوا مقر الاتحاد الجزائري لكرة القدم ومركز سيدي موسى والمنتخب الوطني وكر ليعبثوا به فساد. هذه هي شو بخويا نيبروان فيها ولا ما فيهاش؟ لا، يعني راه في القائمة الموسعة، راه في القائمة الموسعة، أنا نقولك راه في القائمة الموسعة، ليبروان راه في القائمة الموسعة، ما كاش مشكل كاع، أيوا يقلعولكم كاع لي بيل، يقلعولكم لي بيل، وهادو لي راهم حاطين المؤخرة تاعهم وراء البحر، يعني فانك يتأدبوا وحدهم، هادوك يتأدبوا وحدهم، غادي يخرج عليكم بوك الماء يقولكم أنا عندي ذراري. غادي كل واحد كيفاش، واحد يقول لكم كنت نسقم في البيرو في طون، بعد يعاود يدخل بخدخله وحده اخرى، لي شال ولا مش لي شال. هذا هو انتهى سوق الزر الى مستقبل زاهر بويي. هذه هي، عاد كاين بزاف يقول لك لا ما غادي يديروا والو، لا ما يديروا والو، يا ولي يديروه، غادي يديروا لهم، يديروا لهم، انا نقول لك اولي غادي يديروا لهم، يديروا لهم، يعني خاصة واحد الإعلاميين، يا صاحبي غادي يجي، أنا قلت لكم العنقود تاع العنب ينتكل بالحبة، العنقود تاع العنب راه كمل، العنقود تاع العنب كمل، راك عشت ليلة تاع كمل، العنقود تاع العنب كمل، راكم عارفينها، هذه حقيقة ورانا نشوفوا فيها، واش كنا نقول لكم أنا والله العظيم، الحمد لله يا ربي. كما كنا نخبروا فيكم ما يتصرى قدامنا، انا شوفوا بها قدامنا. ما احنا ما كذبناش عليكم، الحمد لله يا ربي قلنا لكم، وكلش راه جاي في وقته، يعني ما كاش كلش راه جاي في وقته، كلش راه جاي. هذه هي عجبت لكم سهله، ادي قهوه موح شربوا روح، ايوا اللي ولا يضرب باش يدي جنسية فرنساوية، أيا الحمد لله يا ربي غادي تفوتها في الحراش، أطلق العودة تروح وحدها، أنت كي تكون في الحراش غادي تجيكم الجنسية، البغلة تروح وحدها لفرنسا،
وانت قعد هنايا، هذه باش ندخلوها لكم ليه في لسانكم، بالكم سهله يا بالكم سهله يا الجزائر تاكل من وزنها. كليتو وما نعلتو الشيطان، هما جو كبير هذه اللي دا يخلص مع التالي، اللي دا يخلص هذه التالية كاع. كاين إعلاميين غادي من بعد، كاين داك كاين واحد فانيك الشيشة، فانيك مو الشيشة، مو الشيشة، هي مو الشيشة، مول الشيشة، مول الشيشة، هادي هي راهي جاية، العنقود تاع العنب كمل. تعقلوا على هذه التصويرة صوفيا، هذا التصويرة شوف 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 التصويرة كي دايرة، شوف تعقلي عليها، ها العنقود تاع العنب قلت لكم، ها ديجا كنت ناكل في العنب دادا، ها كمل العنقود تاع العنب، ها ولا ولا، ها ها العنقود تاع العنب، كلشي يروح، هايا العنقود تاع العنب كمل. تليفون الأحمر، والله ما قالك تليفون الأحمر، أم بغيتو تنعلو الشيطان أولا، ها ما نعلتو الشيطان، ما خفتو ربي، ما قلتو الناس يتشوف، ما قلتو دي حنا رانا ندو الناس يتشوف، والو والو كاع ما نعلتو الشيطان. أه والوطنية نتوما كنتو دايرينها ريست كوميرس أولا عمي. هاو الوطنية كنتو دايرين ريس كوميرس، هم معكم ما هو دعم. حاسمينها سهلة ولا كملت؟ هيا ما تقعدش، واو ديتو خلصو، ديتو خلصو، حاجة سهلة ما كانش قاع مشكل خويا، كي ديتو خلصو، لي دا خلص، حنا مش أنا نقولو هنا لي دا يخلص، هادي هي. ما خصب لكم يا هكا و هو تكالي شي روح ولا هي كلش يبدأ. هاي مليحة الحاجة مليحة، قول الجاي قلعوا غير بشوية كما تقلقوا ما والو، قلنا لكم انا كنت نقول لكم انا الهضره كاع اللي هدرتها راه يشوفوا فيها، يعني مده 5 سنوات 6 سنوات قد جاء الموعد الوعد، ها الوعد كي داير، ما قلنا لكم ماتش لا يتعاود لا والو، نقول لكم مين في الصح سلكوها.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم.